تعالوا مع بعض بقى نروح لفقرة تانية ليها علاقة بأجواء الكان في الترند. وكالعادة احنا يوميا لازم نعيشكم في أجواء الكان في الترند، والنهاردة عندنا مجموعة من الفيديوهات والصور مهمة جدا. الفيديو الأول هتكلم فيه على التذاكر اللي عاملة أزمة في كأس الأمم، والتذاكر تحديدا ليها علاقة بتذاكر السوق السوداء، عاملة مشكلة كبيرة. واحنا في الحلقات اللي فاتت استعرضنا كذا فيديو التذاكر عاملة أزمة فين. الجماهير السنغالية متضايقة، الجماهير الإيفورية عاملة مشكلة، ولما تيجي تدخل الملعب وتشوف نهاية المباراة تلاقي ان التذاكر اللي بتطرح وبتتسجل على مكان الاستاد غير تماما التذاكر اللي اتباعت على الويب سايت. يعني الويب سايت يقول لك ايه فول كاباسكي، يعني الملعب كله ممتلئ. تيجي تحضر المباراة تلاقي نص ملعب فاضي. تيجي تبص على الشاشة الرئيسية التذاكر قد ايه تلاقي الارقام مختلفة تماما عن الصورة اللي انت شايفها. تعالوا مع بعض نشوف في احد الفيديوهات الامن قدر يعني يقبض على او يلقي القبض على عدد من الناس اللي بتتاجر في التذاكر وبتبقى سوق سودا، وياخد التذاكر الامن ويوزعها على الجماهير مجانا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده، لقطه مهمه جدا لهذا المشهد امام احدى الملاعب. ده جانب مهم جدا زي ما شفتوا معانا، الجزء بتاع ان الامن لما خد التذاكر وزعها على الجماهير، وده تحديدا قبل مباراه الجزائر وانجولا اللي اتلعبت مساء امس في مدينه بواكيه. طيب المنظمين برضو اكيد عليهم ضغوط كبيره جدا، وطول اليوم تنظيم المباريات من الساعه 2، انا بتكلم على توقيت بقى الكوت ديفوار، المباراه بتتلعب الساعه 2، الساعه 5، الساعه 8، فالناس بتشتغل من الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 11 12 بالليل، اكتر من 12 ساعه. المنظمين كده في وقت معين لما كانت الجمهور جوه والاجواء الناس كلها مشغوله بالملعب جوه كانوا بيعملوا شويه يعني رقصات ترفيهيه من اللي معروفه دايما عن الافارقه. تعالوا نبص كده المنظمين ازاي احتفلوا قدام احدى الملاعب في الوقت اللي كان الكل داخل الملعب بيتفرج على المباريات، وازاي هم يعني رفعوا عن نفسهم كده لمده دقائق. تعالوا نتفرج. برضه الجماهير الموريتانيه كان ليها كرنفال كده معين او فولكلور، وهي داخله بتستعد لمباراه بوركينا اللي بتتلعب دلوقتي في مدينه كورهوجو. اكيد الجماهير البوريتانيه بقى يمكن المشاركه دي مشاركه تاريخيه الثالثه او الرابعه، لان موريتانيا كانت بعيده لفتره طويله جدا عن المشاركه في كاس الامم الافريقيه. تعالوا نشوف الجماهير الموريتانيه بعلم الموريتانيا بالزي واللباس الموريتاني وهم داخلين لملعب المباراه. زي ما انتم شفتوا بالتاكيد بقى الاعلام الموريتانيه والزي كده المخصص للموريتانيين. طيب جماهير السنغال كان ليها احتفالات جوه المدرجات والكرنفال للجماهير السنغاليه، والاحتفال بالتاكيد كسبانين جامبيا بالامس 3-0، فعاملين يعني حامل اللقب داخل بكل قوه، عنده جماهير كتيره، بيتكلم ما يقرب من حوالي 3000 مشجع سنغالي موجود في الكوت ديفوار لمؤازره يعني منتخب السنغال بقياده اليو سيسي وساديو ماني. تعالوا نشوف احتفالات الجماهير السنغاليه في المدرجات. طيب دي الفقرة المخصصة للجماهير السنغالية والاحتفالات. بصوا يا جماعة كسبانين خسرانين قبل نهاية المباراة في وسط المباراة قبل بداية المباراة الناس لازم تقعد ترقص وتغني، والجماهير الإفريقية لها كده تقاليد معينة داخل المدرجات. طيب امبارح كانت في مباراة ما بين الكاميرون وغينيا، والمباراة دي على فكرة يعني كانت مباراة قوية جدا وصعبة جدا، وغينيا كان كعبها عالي على الكاميرون رغم ان كانت في حالة طرد للمنتخب الغيني. النهاردة الاتحاد الغيني نشر فيديو مهم جدا. ليه؟ الكاميرون متقدمه وغينيا عندها حاله طرد وبالتالي بتلعب ناقصه لاعب، هل هتقدر تتعادل؟ ازاي غينيا اتعاملت مع المباراه؟ النهارده الاتحاد الغيني نشر فيديو لمدرب غينيا، تعليماته وتعليقاته
ما بين الشوطين كانت عامل رئيسي وسبب مهم جدا ان غينيا تقدر ترجع في المباراه وتتعادل مع الكاميرون المرشح الابرز لصداره هذه المجموعه عشان المباراه تخرج 1-1 بشطاره وتفكير المدير الفني لمنتخب غينيا. تعالوا نشوف الاتحاد الغيني في الفيديو المختصر ده عن تعليمات المدرب داخل غرفه خلع الملابس. Ça change rien au problème. On reste bien en place. On réduit les espaces, ok? On se met en 4-4-1 au lieu de 4-4-2. On a un joueur en moins, c'est pas grave. Aguibou, tu passes à la place de François là. Même travail, tu fais les efforts et tu te remets bien dans la ligne de 4. Le plus important, c'est qu'on occupe cette largeur là. On occupe cette largeur. Et le plus important aussi, c'est que les centraux, la ligne défensive, vous accompagnez. Il faut qu'on soit compact. Momo, le seul truc, il faut que tu empêches cette passe-là. Celle-là, elle nous tue. En fin de première mi-temps, ils l'ont fait, c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils vont chercher à nous étirer sur la largeur. S'ils ne peuvent pas passer là, ils vont essayer de passer comme ça et comme ça. C'est là où ils vont tomber sur Morgan et sur Aguibou. Les gars, le seul truc, hein, le seul truc, ils ne peuvent rien faire. Ils commencent même à s'énerver. On tient le ballon, on avance, on bloque, je vous le répète, comme ça si on avance et comme ça si on recule. On ne joue pas sur notre surface de réparation. Écoutez bien, hein, on ne joue pas sur notre surface de réparation. Maury, rôle très important. Tu récupères, tu donnes. Tu récupères, tu donnes et tu restes bien en sentinelle parce que tu sais que Moriba, c'est pas trop son truc. Les gars, c'est très bien, mais pensez, quoi qu'il arrive, quand on va changer, on va rester comme ça. Ils vont se fatiguer et sur la fin, on aura des comptes pour aller marquer le deuxième. Ok? C'est compris? طبعا لازم يسقفوا. هو طبعا هما بيسقفوا ما بين الشوطين، بس الراجل بيحمس، بيلعب على فكرة النواقص اللي موجودة في الفريق، ازاي هنقدر نعدل مع منتخب الكاميرون. ويبدو ان الكلام اللي قاله بالفعل اتحقق في الشوط الثاني، عشان كده الناس فرحانه ان اللقاء اللي اتعمل ما بين المدير الفني مع اللعيبه في غرفه خلع الملابس كانت ليه نتيجه ايجابيه على اللاعبين في ارضيه الملعب، والمباراه انتهت بالتعادل الايجابي. وعلى فكره النتيجه دي في صالح غينيا مش في صالح الكاميرون اللي عنده مشاكل كبيره، صامو الايتو مع سونج مع اندري اونانا، مشاكل كبيره جدا في المنتخب الكاميروني. طيب في الفقره دي هنختم بصورتين، بس الصورتين دول اكيد بيوضحوا ان في مشكله موجوده في التذاكر وفي ملاعب البطوله. اول صوره، انت بتتفرج على مباراه ما بين منتخبين، فطبيعي لما تطلع عدد الحضور الجماهيري بتطلع معاه صور علم المنتخبين اللي هيواجهوا بعض. اول صوره معانا لما كنا عايزين نبص على الحضور الجماهيري في احدى المباريات، لقينا المباراه دي الكوت ديفوار بيلعب الكوت ديفوار. طب يا جماعه بس قولوا لنا دي مين ومين؟ مفيش. طب الحضور الجماهيري اللي هو 14000 حضر ده ولا 11000 اللي حضر ده؟ 11271. يعني الكاميرون وغينيا اوكي، بس ليه عالم كوت ديفوار وكوت ديفوار؟ يعني غلطه نقدر نقول غلطه مطبعيه. طيب نروح للصوره الثانيه، ماتش نيجيريا اللي اتلعب على استاد الحسن وطاره، نيجيريا وغينيا بيساو او غينيا الاستوائيه، سوري غينيا الاستوائيه، اللي اتلعب ثاني يوم لقاء الافتتاح، الملعب ده بيسع 60000 متفرج. هل تتخيلوا ان حضر اللقاء 8500 مشجع فقط؟ 8500 متفرج فقط. فعموما دي بعض الصور واللقطات اللي احنا كده بنحاول نجيبها من الكوت ديفوار تعليقا على الكواليس والاخبار في القاره الافريقيه.